أختي تقول زوجي ليصلي يعني دايما عاوز يشتغل وعاوز وإلى آخره، ماذا أفعل معه؟ سألتها أنا بالأمس يعني ما بيصليش حتى الجمعة، قالت ممكن يصلي. فأنا أقول بفضل الله ما دام الرجل يصلي وأقطع، يعني أنصح الأخ ابتداء أن يتقي الله عز وجل وأن يحذر تركه للصلاة وتضيعه للصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. ده كلام النبي يا إخواني وأخواتي، ده مش كلامي أنا، أحسن نتهم بالضيق أو بالتطرف أو إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. ويقول كما في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث بريدة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. والله تبارك وتعالى يقول: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. والأدلة في هذا الباب كثيرة. وبعدين الصلاة صلة، صلة بينك وبين الله تبارك وتعالى، تربطك بربك جل وعلا، ويطهرك الله بها من دنس الخطايا والمعاصي والذنوب، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما رأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات أبقى من درنيه شيء؟ ممكن يبقى على شيء من القذارة أو النجاسة؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وأنا أنصح لأختنا الفاضلة أن تختار الوقت المناسب التي تقدم فيه النصيحة لزوجها، لأن الزوجة لو اختارت الوقت الغير مناسب ربما يرفض الزوج النصيحة، يقول لا انت هتشتغلي لي بقى فيها حكيمة، وانت هتشتغلي لي بقى فيها ام العريف، انت هتبقى وهكذا. فانا انصح الاخت الفاضلة ان تختار الوقت المناسب لتبذل النصح لزوجها بالكلمة الرقراقة المهذبة الجميلة. وسامحين اذا قلت لك: المرأة الذكية تعرف الوقت الذي تكلم فيه زوجها فيستجيب، والزوج الذكي هو الذي يعرف الوقت الذي يكلم فيه زوجته فتستجيب. واسأل الله سبحانه وتعالى ان يشرح صدره وان يؤلف بين قلبي على الحق، واصبري عليه، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى.